السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. انباء قويه عن رحيل مدرب المنتخب المغربي وحيد خليل لوزيتش، والصحافه المصريه مازال كتاكد بان المدرب الاقرب للمنتخب المغربي هو كيروش، اللي انفصل يوم امس عن المنتخب المصري. الانفصال جاء بالتراضي من بعد ما حققش لهم الوصول الى كاس العالم قطر. صراحه كل المغاربه مع رحيل مدرب وحيد، لكن الاشكال المطروح هو البديل. شكون البديل اللي غادي يكون مكان المدرب وحيد؟ جميع الاسماء اللي مطروحه ولا واحد كيتلائم مع طريقه لعب المنتخب المغربي، واغلب التعليقات ديال الجماهير المغربيه ما راضيه على حتى شي واحد، سواء كوبر سواء كيروش سواء لوران بلون، وحتى ارسن فينغر اللي هذه مده هو حابس على التدريب. فهذا بالنسبه لي هو الاشكال المطروح، هل المدرب القادم لديه الوقت الكافي للاستعداد لكاس العالم بقطر؟ هنا غادي نسمعوا محمد المغودي اللي غادي يقول بان اقاله المدرب كان خاصها تكون مباشره منذ خروجنا من كاس افريقيا، لان هذا السيد تجاوز المسائل الرياضيه، طعن في المغرب ملي قال بان هناك مغاربه كيتصلوا به وكيهدوه بالقتل، سب الجماهير المغاربه في مركب محمد الخامس، تطاول على رئيس الجامعه المغربيه فوزي القجع، ودائما الخرجات ديالو كان فيها العديد من الكذب سواء على اللاعبين المغضوب عليهم او على بعض الجماهير. فنخليكم مع شنو قال محمد المغودي حول اقاله المدرب وحيد خليل لوزيتش. نتمنى تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. كما كنت أشرت منذ قليل إلى كرة القدم الأوروبية، كرة قدم عربية، تطورات متصلة بإنهاء الاتحاد المصري العقد مع مدرب المنتخب، وهل يتجه إلى هذه الخطوة أيضا على منتخب المغرب؟ بالفعل، يعني هذا الخبر تم تداوله قبل قليل أيضا بين الصحف المصرية. الاتحاد المصري يعني أعلن أمس مساء الأحد إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب كارلوس كيروش بالتراضي. قرار اتحاد الكرة إنهاء التعاقد مع كيروش يأتي بعد نحو 7 أشهر على تسلمه الإدارة الفنية للمنتخب. قالت كيروش بحسب التقارير جاءت بعد فشله في تحقيق الهدف الرئيسي، وهو الوصول لمنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر. لكن عددا من أعضاء الاتحاد المصري أكد أنها عقد المدرب البرتغالي أتى بعد عدم التوصل إلى اتفاق حول تجديد عقده ليقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة إنهاء التعاقد معه. في المقابل يبقى في المغرب تتسرب الأنباء يعني حول قرب إقالة البوسني وحيد خليل لوزيتش من الإدارة الفنية لمنتخب السود الثلاثة بعد تصريحات مثيرة للجدل وصفتها وسائل الإعلام المغربية. التقارير أكدت أن خليل لوزيتش أعلن أنه لا يبالي برأي رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم الحالي فوزي لقجع، وكان لقجع يعني قد كشف قبل أيام أنه يسعى لحل الخلاف بين المدرب والثلاثية حكيم زياش ونصير مزراوي وعبد الرزاق حمد الله في محاولة لإعادة هؤلاء الثلاثة للمنتخب، وهو أمر من طبيعة الحال لم يرق للمدرب البوسني، ما سببت أزمة جديدة تضاف إلى سجل أزمات أخرى مع المدرب الذي تشهد علاقته توترا مع عدد كبير من الجماهير المغربية بعد وصفه إياها بألفاظ خارجة عن المألوف بحسب ما أشرت الصحف المغربية، وذلك عقب الفوز على الكونغو الديمقراطية في الدور الفاصل المؤهل للمونديال والذي تأهل له أسود الأطلس. تفهم إقالة مدرب لم ينجح، لكن ما قصة الأخبار عن إقالة مدرب المنتخب المغربي على الرغم موسى من قيادته الفريق للوصول إلى كأس العالم؟ بالفعل يعني أخبار مسربة كما ذكرت قبل قليل فيصل حول إقالة البوسني وحيد خليل لوزيتش من الإدارة الفنية لمنتخب السود الثلاثة بعد تصريحات وصفتها وسائل الإعلام المغربية بأنها مثيرة للجدل. التقارير أكدت أن خليل لوزيتش أعلن أنه لا يبالي برأي رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع. تفاصيل حول هذا الموضوع دعنا نرحب بضيفنا من الرباط الناقد الرياضي محمد مقودي. محمد، في البداية نرحب فيك على سكاي نيوز عربية. دعنا ندخل في صلب الموضوع، ما صحة الأنباء الواردة بإقالة خليل لوزيتش عن تدريب المنتخب المغربي؟ أولا عزيزي رمضان مبارك سعيد لكم ولكل المشتغلين بهذه القناة ولكل أيضا المتابعات والمتابعين. دعني أقول لك عزيزي لحد الآن ليس هناك أي قرار رسمي بإقالة خليل لوزيتش أو بالاستمرار معه، فقط أما هو ثابت الآن
هو الحرب الكلامية الموجودة بين رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبين الناخب الوطني. هذه الحرب الكلامية انطلقت مباشرة بعد تسريب الفيديو الذي كان يسب فيه ويشتم فيه المغاربة الناخب الوطني مباشرة بعد المكالمة الهاتفية في لقاء الإياب أمام الكونغو الديمقراطية. الحرب الكلامية رد عليها خليل زيج بنوع من الاحتقار وبنوع من الاستصغار حينما قال لا يهمني رأي رئيس الاتحاد المغربي ولا يهمني من قال، وهذا اعتبرناه هنا في المغرب فيه قلة احترام وقلة أدب لمشغليه. ومع ذلك أقول بأن حتى في حالة إذا كان هناك قرار على الإقالة لن يكون مرتبطا أساسا فقط بهذه الحرب الكلامية، بل الأمر يرتبط أساسا اولا بالسوء. جميل محمد، القرار لم يصدر حتى الان كما ذكرت، لكن نعم. دعنا نفرض ان صحة الانباء، هل هو قرار صحيح بإقالة هذا المدرب بعد قيادة المنتخب الى نهائيات كأس العالم 2022؟ انا شخصيا اقول عزيزي وبكل وضوح، انا كنت مع إقالة خليل زيج مباشرة بعد الكاميرون لعدة اعتبارات اساسية. اولا، حتى التأهل الى كأس العالم يجب ان نقر بأننا كنا في أضعف مجموعة، وكل اللقاءات التي خضناها على أراضينا ودون أن نعيش تلك الطقوس وتلك الأجواء بالقارة الإفريقية، وأيضا لكوننا أيضا أن حتى هذا التأهل في اللقاء الفاصل كان أيضا مع أضعف منافس في الدور الفاصل. وبالإضافة إلى كل هذا عزيزي، هو أن هناك توتر كبير مع نجومنا وبشكل ظالم، أي حتى ولو كان قد توترت العلاقة معهم وهم ظالمين للمنتخب المغربي أو أنهم انفلتوا أخلاقيا أو تقنيا أو شيء من هذا القبيل، قد نقبل بالأمر. ولكن النقطة التي أفاضت الكأس هو الفيديو أو التصريب سبه وشتمه للجماهير المغربية. إذا علاقته متوترة الآن مع الجماهير، مع الجهاز الفني وأيضا الإداريين في الاتحاد ومع الجهاز الفني. أعتقد بأن أي ناخب وطني حينما تتوتر علاقته مع كل مكونات، مع كل الركائز للمنتخب المغربي، اعتقد بان الامر جميل يقتضي الانفصال. خاصه ايضا بشكل سريع وسؤال اخير، هل لقالة انفرضنا تم اقالته، هل تمهد لعوده الثلاثي حمد الله وايضا زياش وايضا نصير المزراوي للمنتخب مره اخرى؟ اعتقد ان الامر واضح عزيزي بان إقالة خليل زيج تساوي عودة المغضوبين، وعودة المغضوبين تساوي تصحيح العلاقة مع ابنائنا في المهجر، لاننا نخاف على توتر العلاقة مع ابنائنا ما بعد زياش وما بعد حمد الله وما بعد المزراوي، خاصة وان زياش والمزراوي كان من اكبر المطلوبين من طرف المنتخب الهولندي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.